أهلا بكم. توصلت دراسة جديدة إلى أن التقنيات المستخدمة حاليا في إنتاج اللحوم المزروعة معمليا تساهم في زيادة انبعاثات الغاز الدفيئة، ما يهدد البيئة بمزيد من المخاطر. التفاصيل في التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. لحوم مزروعة معمليا، محاولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتوفير كميات أكبر من اللحوم لسد احتياجات السوق. لكن دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا ديفيس الأمريكية تنبأت بأن التقنيات المستخدمة حاليا في إنتاج اللحوم المزروعة قد تؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 25 ضعفا مقارنة بوسائل إنتاج اللحوم التقليدية، ما يخالف الهدف من زراعتها. زيادة عالمية في التعداد السكاني يصاحبها ازدياد إنتاج اللحوم من قرابة 71 مليون طن سنوياً عام 1961 إلى نحو 337 مليون طن عام 2022. وتوقعات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بارتفاع الطلب على اللحوم إلى الضعف بحلول عام 2050. زراعة اللحوم تعتمد على استغلال الخلايا الجذعية التي يمكن تحويلها عبر مجموعة من العمليات الحيوية إلى أي نوع من الخلايا، ومن ثم إلى لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي. عملية شبيهة بإنتاج الأدوية تستدعي الاعتماد على مكونات نقية ذات طابع خاص، ما يعني وفق مختصين زيادة تكلفة إنتاج هذه اللحوم مقارنة بالوسائل التقليدية وزيادة حدة الاحتباس الحراري والتأثير سلبا على البيئة، ثم الحصول على منتجات أقل كفاءة من اللحوم الحيوانية التقليدية، ما دفع خبراء إلى تفضيل الاستثمار في تطوير الوسائل التقليدية وجعلها صديقة للبيئة. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور حسين حسن، أستاذ وباحث في علوم الغذاء في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا بك دكتور حسن معنا. يعني هل حقا أن اللحوم المزروعة هي بدائل صحية وصديقة للبيئة، أم هي على عكس المتوقع والشائع هي في إنتاجها مكلفة وهي يعني تلوث البيئة؟ صحيح، بما يتعلق بإنتاج اللحوم بالوسائل التقليدية، فرجت الدراسات أنه كل كيلو جرام من اللحم المنتج بالطريقة التقليدية بيحتاج إلى حوالي 100 كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون كانبعاثات خلال عملية الإنتاج، أي ما يوازي 40 لتر من الفيول. من هون طلعت أهمية البحث عن بدائل أكثر صديقة للبيئة بما يتعلق بالموضوع، فكان الاقتراح أنه ننتج اللحم الصناعي أو artificial meat داخل المختبر، بالذات أنه 60% من غازات الاحتباس الحراري اللي بتنتجها العمليات التصنيع الغذائي سببها هو اللحم. ومثل ما ذكرتوا بالتقرير انه الحاجة للحوم عم بتزيد، زادت من 70 مليون طن بال 1960 لأكثر من 300 مليون طن بال 2022، ومتوقعين نوصل ل 600 مليون طن بال 2050. فبالتالي من دون شك فكرة اللحم الصناعي هي فكرة هيك واعدة لتخفيف من التأثير السلبي لإنتاج اللحم بالطرق طيب التقليدية. دكتور، يعني شبهها البعض بعملية صناعة الأدوية، فكيف تتم عملية استنبات هذه اللحوم في المختبرات؟ مزبوط. صحيح، هو اللي بيصير انه بنحصل على الخلايا الجذعية من العضل الحيواني،
هالخلايا الجذعية بتنحط بمفاعل حيوية بالمختبر، بينضاف لها الأكسجين والمغذيات مثل الجلوكوز، مثل الأحماض الأمينية، الملح، الفيتامينات، من أجل أنه هالخلايا تتكاثر، وبالتالي بنحصل على لحم شبيه باللحم الحيواني. ولكن عودة لسؤالك السابق حول التأثير الصحي، هون أهمية هذا الموضوع أنه نحن خلال عملية تصنيع اللحم الاصطناعي، خلينا نسميه اللحم الاصطناعي، منقدر نتحكم بالمغذيات، منقدر نتحكم بنسبة الدهون المشبعة، لأنه دايما الحديث أنه باللحوم في عنا دهون مشبعة بتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. فاللحوم الاصطناعية منقدر نتحكم بهذا الموضوع، بالإضافة أنه منقدر نضيف مغذيات على هذه اللحوم غير موجودة باللحوم التقليدية. والعملية بتاخد بين أسبوعين لثمان أسابيع شغل بالمختبر. نعم، ولكن هي لم تطرح بعد في الأسواق، يعني تقريبا من صرح بوجود هذه اللحوم المزروعة أو المستنبتة فقط سنغافورة. طيب، عمر هذه الصناعة لم يتجاوز 10 أعوام تقريبا، لكن يبقى هناك غموض يرافق أثرها الصحي بعيد المدى على الإنسان. صحيح. هلا هي مثل ما حضرتك ذكرتي بال 2013 العالم مارك بوست هو من اطلق فكرة اللحوم الاصطناعية. حاليا في أكثر من 150 شركة بالعالم عم تشتغل على الموضوع، واستثمارات مهولة قطعنا 2.5 مليار دولار، ولكن بس هيدا المنتج موجود بسنغافورة. وبأمريكا في حديث أنه في لحم اصطناعي سوف يطرح بالأسواق الأمريكية بالعام 2024. بس هو فعليا هذا النوع من اللحم صحي أكثر من اللحوم التقليدية، لأنه ما في مضادات حيوية antibiotics، ما في growth hormones الهرمونات النمو اللي بنستعملها بحالة الإنتاج الحيواني، وما في دم، فبالتالي ما في عنا جراثيم مثل السالمونيلا، إيكولاي، كامبيلوباكتر اللي هي مسؤولة عن حالات التسمم الغذائي. ففعليا اللحوم الاصطناعية تقي الإنسان من التسمم الغذائي، من التعرض. ولكن هناك علماء وخبراء وفق ما ذكرته، ولكن نعم وفق ما ذكره الدكتور، عفوا، يعني التقرير أشار إلى أنه هناك توقعات بأن هذه اللحوم الاصطناعية قد تهدد البيئة وهي مكلفة الإنتاج، ثم ليس هناك تجارب عملية يمكن الحديث عنها أنها حقيقة هي بدائل صحية، يعني كيف يمكن الاعتماد عليها في المستقبل؟ صحيح، مزبوط. هلا هو فعليا نحن لما بدنا ننتج هاللحم الاصطناعي ضروري نضيف على الخلايا الجذعية بنسميها growth media او يمكن وسائل للنمو، لنزيد من نمو الخلايا الجذعية. عندنا نوعين، عندنا بيفي 9 واستنشل 8 TM، اثنينتهم يستعملوا بالصناعات الدوائية، فهن باهظي الثمن. فهون تطلع فكرة أنه أوكي بدنا لحوم صديقة للبيئة نظريا، ولكن عند التطبيق عم تطلع هيدي اللحوم مضرة بالبيئة أكثر من اللحوم الطبيعية، لأنه المواد المستعملة بإنتاج هاللحوم الاصطناعية بتكلف مصاري، أموال، بتكلف جهد كبير، وكرمال هيك في نوع من الدعابة بتنقال على اللحوم الاصطناعية أنه هيدا منتج دوائي وليس منتج غذائي، لأنه طريقة تصنيعه مثل ما عم نصنع دواء، بالوقت اللي نحن هدفنا أنه هيدا اللحم يغطي حاجة السوق. فيعني هو بعده أكثر فكرة إذا بدك بحثية أكثر من أنه هي عملية، بحثية أكثر من هي عملية. طيب، برأيك، سؤال أخير يعني أختم به هذه الفقرة، هل معالجة التلوث البيئي والتغيرات المناخية لا يمكن أن تحصل إلا من خلال التخلي عن المنتجات الحيوانية التقليدية، أو مثلا يعني من خلال تطوير الوسائل التقليدية لتصبح صديقة للبيئة؟ ما رأيك في هذا؟ يقول البعض. صحيح،
معك حق، وبالإضافة أنه هلأ في توجه بالعالم للاتكال على البروتين من الحشرات وليس من الماشية، لأنه البروتين حصوله من الحشرات، الحصول عليه من الحشرات ما بيكلف أموال، ما بيكلف ضرر على البيئة. فبين أنه التوجه نحو الحشرات للحصول على مصدر للبروتين أو التوجه للحوم الاصطناعية للحصول على البروتين، أكيد الحشرات هي مصدر أفضل. بعرف نحن بالمنطقة العربية الفكرة بعد ما أنها مستساغة، ولكن في كتير دول بلشت فيها وأثبتت على الأرض أنه الحصول على البروتين من الحشرات صديق للبيئة، حلال، وصلت ما عنده الفكرة. أي مضاعفات دكتور على صحة الإنسان. حسين حسن، أستاذ وباحث في علوم الغذاء في الجامعة اللبنانية الأمريكية، شكرا لك.